قطعة شوكولا سورية كانت مصدر إلهام لكتاب ومخرجين ورواد فضاء. شوكولا بابا؟ أنت ما عندك لا عدة ولا شغيلة ولا شيء. هاي الصناعية اللي بعرفها. هاي الشوكولا تبعك ما حدا رح يحبها هون. يلي شفتوه مو مشهد تمثيلي عابر ولا قصة نسج الخيال، يلي شفتوه هو آخر دور جسده الراحل حاتم علي عن قصة حقيقية لعائلة هدهد السورية. ولكن شو عملت هالعيلة وكيف وصلت بنجاحها للفضاء؟ بدأت قصة هالعيلة برحلة لجوء من سوريا لكندا عام 2016. السوري عصام هدهد مع عائلته تغلب على ذكريات الحرب ومعاناة اللجوء، وبدعم من الشعب الكندي قدر يأسس مشروع مصنع شوكولا، والبداية كانت من البيت مع أدوات بسيطة وطموح كبير بالنجاح. وفعلاً قدر عصام هدهد يحصل على ثقة ومحبة الكنديين وينجح مشروع. كعكة؟ تعطيني لك واحدة، أعطيني رأيك بهالطبخة. تعرفني بابا ما كثير بحب الحلو. Wait a minute. He did all that from in here? He was the best chocolatier in Syria. لهيك أطلق على مشروعه اسم Peace by Chocolate، وهالاسم بيحمل رسالة محبة وامتنان من العائلة لكل الكنديين. رئيس الوزراء الكندي عرف بمشروع هالعائلة بعد ما حكت عنه وسائل إعلام كندية. Just 8 months after arriving in Canada, the family realized their dream and opened a small chocolate factory in their new hometown. It's called Peace by Chocolate. And you can follow them on Facebook. ولهيك زارون وشكرون وأكدلون أنه رسالتهم للسلام وصلت لكل الشعب الكندي. كمان قصة عائلة هدهد ألهمت الكاتب جون تاتري ليألف كتاب مستوحى من قصة لجوءهم وإصرارهم، ولقى رواج كبير ونسبة مبيعات خيالية. على فكرة كان العرض الأول لفيلم شوكولا من أجل السلام بالجناح الكندي بإكسبو 2020 دبي. With a piece of chocolate you can open a connection with everyone. It's about the people. About the hello that I receive every time I walk on the street with my family feels safe. بيوم السلام العالمي وصل منتجهم للفضاء وحمل عنوان الشوكولا من أجل السلام. قصة هالعيلة خلت الراحل حاتم علي يمثل بفيلم واقعي من إخراج جوناثان كيجر، وفعلا قدر ينقل تجربته ويشارك تفاصيله وينفرد بأسلوبه المتميز. Sorry sir, no. إلا إنه أنا بقدر ساعدها بتحسين الشوكولا. I'm sorry. حاتم علي أبدع بآخر أدواره ليجسد قصة سورية بدأت بالمعاناة وانتهت بالنجاح.